التطبيع المعلن للعديد من الدول العربية التي يؤسفنا جدا أنها دخلت في هذا المنعرج الخطير من التطبيع العلني والمباشر دون أدنى حياء من شعوبها التي تئن والتي ترفض هذا التطبيع. طبعا السياسة في مفهومها الواسع والكبير هي إدارة مصالح بين الدول، ولكن لا يجب أن تكون هذه المصالح عمياء، ولا يجب أن تكون هذه المصالح دون خلفية قيمية. بقية العرب المسلمين يجب عليهم أن يخوضوا بالتوازي معركة الوعي والتي لها تأثير كبير في التصدي للتطبيع ولتقليص امتداد وأثر هذا المشروع الصهيوني.